مرحبا شباب، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. اليوم عندنا موضوع جديد يختلف عن كل مره، مثلا فلوقات مثل تحشيش ما ادري شنو. اليوم موضوعنا جدي شويه، ما في لا تحشيش ولا هم. عندنا مثلا بعض الناس هي من زمان السالفه، مو جديده، بس هسه كثرنا اكثر. يعني من تسمع كلمه على شخص، انت تروح تسويها سالفة كبيرة، انت من راح تسويها سالفة كبيرة بهالحالة راح تزود المشكلة اكثر واكثر. اذا عليك طلعت منك مثلا حاجة، طلع منك مثلا، راح تزود المشكلة عليك، وراح تزود المشكلة على ذاك الاصل، خوش حاجة على ذاك الشخص الثاني اللي حجت عليه. ثاني شيء، انت اذا تسمع كلمة يعني ماكو داعي تروح تسويها مثلا موضوع كبرة أكثر عن اللازم. يعني تسوي مثلا بي أكشن وما أدري، تضيف النوم، تضيف عليه هواي شغلات أكثر من ما هو، وراح تكبر وتسوي واحتمال توصل هواي، يعني ما أعرف شو توصل هواي شغلات، هواي مشكلة كبيرة تصير. فأنت مثلا سمعت شيء ضمن نفسك، وإذا تريد إلى بيك دودة تحكي يعني روح احكي، بس شنو؟ لا تضيف عليه اكشن، يعني لا تضيف عليه سوي لك فيلم هندي، تضيف عليه اكثر مما هي سالفه، تطولها اكثر وتقويها اكثر، تسويها سوالف تعبانه. مثل ما تخاف انت على امورك الشخصيه وما تريد احد يعرف بها، او تريد احد مثلا يعرف بها بس ما تريد يزود بها مشاكل اكثر. فمثل ما قلت لكم، اذا تريدون ما حد يتدخل امورك الشخصيه، انت لا تتدخل بامور الشخصيه الباقي. انت من تتدخل بامور شخصيه الناس الباقي، فانت راح يتدخلون شيء، اكيد راح تجيك حكايه على امورك الشخصيه، خوش حكي. ف يعني احنا نقول يعني ما حد يتدخل باحد، ما حد يتدخل بامور الشخصيه بالشخص الثاني المقابل يعني. فأتمنى منكم تصلحون هاي العادة، هاي العادة أبد مو حلوة، وأتمنى ما تطلعون لا دعايات على الناس وانتم ما شايفين منهم شيء، ولا تحجون عليهم فوق من مشاكلهم أكثر من اللي ما يعني ما عندي حاجة بعد أكثر. حبيت أسوي حلقات إن شاء الله، مو بس هاي، حلقات بعد أكثر من هاي، على المجتمع، على مشاكل المجتمع. احتمال راح اسوي حلقات عن العيشه بتركيا، او يعني بالغربه كعاميه، بالغربه. فاتمنى منكم تسوون اشتراك بالقناه وتسوون لايكات، كل ما اشوف اللايكات انتم تشجعوني، انتم بيكم تشجعوني وتسووني وهس، وعندي افكار خير من الله. بس المشكله انتم ما جاي تشجعوني، ولا جاي دعموني باللايكات، دعموني اللايكات، من نشوف لايكات هواي، مثلا يوصل 15-20، اكو فيديوهات وصلنا 15، من شفت له 15 لايك راح اجتني افكار اكثر بالنسبه لذاك الفيديو، للمحتوى اللي بيه هو ذاك الفيديو. فاتمنى منكم، اتمنى يعني تدعموني باللايكات، واجيب لكم مواضيع ان شاء الله ونصايح اكثر واكثر، ان شاء الله ما تقصرون وياي، وان شاء الله انا ما اقصر وياكم. ومع السلامه حبايب، نلتقي مره اخرى.